حبايبنا عاملين ايه؟ النهارده عاملين الاكل اللي باجي من امبارح. الحمد لله. الحمد لله. هو ابوهنا اي نعم مش عايش فيه بس انا قلت له يعني ايه مش يعني الواحد يسلك مش كل يوم يعني النهارده كنت عند الدكتور. بلان كنت بكشف عليها احنا ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم خربنا كتير قوي منها. لا هو اول ما شافنا كان اتضايق بصراحه يعني هو مش اتضايق والله انت بصراحه كان انت مش مفكر ان احنا انا هعمل لك اكل غير كده. كل اللي نعمل ربنا حلو يعني فايد زفر يا جماعه وفايد بطاطس من بتاع سنيت البطاطس زودت الملوخيه عملت شويه رز مش فاهم تترمى يا جماعه والله العظيم احنا عندنا مفايد حاجه تترمى خدي دي ثاني يوم بناكل ونسلك عليها دي نعمه من عند رب. شاطره يا هاني. كل يا دكتور. بعد كده يا بابا بقول كده يا بابا الحمد لله على اللب. شاطره يا حبيبتي. الملوخية بتاعت يا علاقة الشبكة يا سيدي يا سيدي دي صفايح السمن. تسلم ليك يا ام هاني. دي صفايح السمن. فين الحشوة يا ماما؟ بحب الحشوة. عندك جوا في الفرخة والله يا بنتي في الفرخة جوا. جربوا الزفر عليكم كده وأنا خد خد الطبق كده على بعضه كده. كل انت وهنا يلا مع بعض بس يا بابا. ما تبقى رز ازاي يا دكتور؟ ايوه ما هو رز اهو شطار كده. كله يلا مع بعض يلا خد خدي لول خد بوم بوم علي يعني الابتهابات عندها مخليها تتلهف على الماء بطريقه فظيعه. بس حبيبه ماما لولو 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 انت حطيت مش غلط عليها ال لا مش مديها اني اي حاجه النهارده عشان خاطر معدتها بس يعني كل عندي. طب كل كل يا ماما انا عارفه اكل من ليل والله العظيم انا باجي يومين ما نمت من الليل. من فين البزازه بتاعتها؟ ده عايز شهادة لازم يبقى دكتورة هنا نبيها دكتورة هنا هناك على هناك موقف في اوضه بابا. انا دايما متعاصة خدي حكاية والله زي ما في الصبح صبح كابر بالظبط. ريحتها فظيعة. احنا مش دوقنا ما في الصبح كابر بس عرفت ازاي. احنا في الشرقية يعني احنا مش هقوله ازاي هقول من حكاوي الناس. ولا يا بابا انا عمري ما كنت باجي الملوخية الحلوة كل مستمعين ان هم ملوخيتهم حكاية. كلهم بيقولوا بصراحة اكل الصبح كابر فظيع. من تحت الصبح نزلنا الكابر يا ماما والنبي يا ماما تراجع على اكل مش تراجع عليه من تحت الصبح كابر والنبي. طيب الهي ما انحرم منك يا هاني شفته. الهي ما انحرم منك يا صغيرتي. واكل وشيري انت اكل مش عارفه عامله ملوخيه ازاي. بص وحيوط امنا فعلا يعني سبحان الله يعني ربنا يجبر بخاطرها جبرها وخدت على الدكتور هنا دي حبيبه قلب امها دي. اكل بره ده مش حلو. قلت لهم اشتركوا في القناه يا دكتور هنا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان نوصل لكم احلى جمهور في الدنيا. نوصل ل 100,000 فيو ونكبر بيك يا احسن ان شاء الله هنكبر بهم هم حبايبنا بالله هم ما بينسونا بالله ولا بالاشتراك بتاعهم. ربنا يجبر خاطركم زي ما انتم جابرين خاطرنا بصراحه. ده كل طعم الكواليتي اصلا ساعدونا في القناه دي. والله ساعدونا كتير يعني ربنا يحمي كل ده. انا عمل معاكي يا ليه انا احترت معاكي النهارده انا عارفه ان انت تعبانه والله انا اسف. ما انا بغلها يومين ما نمتش والله العظيم الساعه تروح هناك لا ما قدامي هكون يا دكتور هاني معلش هتبكي معايا حط العربيه هنا عشان مش هتعرف تعدي. حسب بالراحة بالراحة حسب اللي بتاع هتعرف تجيب السنة مش هتعرف تعملها خلاص سيبيها تسيبي منها. عملت دي الدكتورة دي أشطر واحدة عاوزة دي؟ حاضر هتقلع العروسة وحط لك كوبا. خد يا ستي العروسة بتاعتك اهي اتفضل عشان يعني الطفل لما بكون تعبان الأم اللي بتتعب معايا والله يعني يا ربنا يا رب يشفيها يا رب كده. الدورة دي منتشرة على الكل يا سيدي على الألف ملوخية. بس عمل زي كده يا دكتور
بس يا ماما امك مش كلب. انت عارفه بتاع الدرج بتاعي هناك هتلاقي كشكول. انت عارفها فين؟ انت شكلها هي كشكول دلوقتي. بس خلاص خلاص خد خد النينة بتاعت النينة كلها نمية نينة. لا إله إلا الله معلش يا رب يا ناس عليا. لولو انت عايزة ايه؟ ليه تقعد صريحة يا بابا؟ انت عايزة مين؟ ليه تقعد صريحة؟ خش خدي بقى يلا العب. ايوه يلا العب العب العب. فين الحته ما بتكون فيها جلد وفين الحشو؟ لا مش شكلي مش جلد. لا لا انا حاشه الجلد عشان خاطر اللحمه. غلط الجلد عليك يا هان عشان جسم خفيف ده حلو. ان شاء الله ما نكتبش ليان. طولت اليوم انا والله ما بكمل ساعه. لا بحطها تحت الميه تحت الميه وحياه ربنا تلجان تسويها والدواء نديها لها نديها لها مرتين وبرضه بترجع ادينا برشام ترجع والحمد لله سكركتها. عشان مش في كل ميه ده يا رب. يا رب خلاص يا رب. نعم يا ماما. مش البرشامه دي وقفت معانا؟ اه يا ماما ربنا يشفيك يا رب. سامحوني بقول ربنا يشفيك. ها انت يا كميله انت. وطب انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ الحمد لله سخنة نزل. الحمد لله دي كانت مولعة نار. ليه خد خد الحمد لله. بس خلاص يلا اقعدين يا سيدي كده بقى مش تعصب علينا كده يا معلم. لا انا معايا خلاص اهو. كل انت بس كل انت بس. انا والله العظيم ما قادره اكل بس كل بس انا جعان عشان خاطركم. كل الفرخه بس كل انت فاتحه. ومين مش هنام فيهم يا ولاد؟ طبق الرز بتاعتي مش هتاكل منه حاجه. كله عشان تتباع. دكتورة هان الدكتور ده ليك ايه؟ كل عشان مش يجيكم مضاعفات. والله الدكتور قال قلة الاكل هيجيكم مضاعفات يا هان. كل يا بابا. انا ممكن تقعد طول اليوم على نص رغيف عيش. على رغيف عيش فين؟ خلص الطبق ده عشان تكسب. والله العظيم تلاته لو شفت طبقك للطبق الرز ازاي؟ ممكن في ثلاث اربع معالق مش بس بقى عشان تكون الاول لازم تكسب التحدي. ها مين خلص لو انا ولا انت؟ يلا يلا يا عشان تعجبينا. يلا لو كسبتيني هديك 10 جنيه. شو ما يخلط بقى الرز بتاع الاول. ماشي. خلاص يلا بسرعه. خد خد يا لوز. طب ما انا عامله لك شوربة خضار اهو. لو صادية انا يا ناس. ناس غيرت البيت. واحد نص براحتها. انا مصدقت ان هي تسكت. ده انا زي ما كنت صداعي يا ولاد وفتح في دماغي من سببها. اجيب لها رغيف عيش. والله صدق الملوخيه كانت عايزه رغيف عيش. الرز بتاعك انا خلص يا بليز. يا احمد
ايه؟ لا دي لا هخلص اهو. تعال خد 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 يا معلم. خد 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 مش هاكل رز ثاني على فكره. مش قادر خلاص. لا خلي بابا ياكل. بابا مريض. لا انا مش هاكل رز ثاني. انت حريه. خلاص والله انا فصلت. عايزين تاكلوا كلوا. انا قاعده معاكم اهو. دي الصراحه. دي بدلخ المعركه خلاص جابيك. نهار ابيض. لا ها نونا. يلا يا بطل. بطل يا نان. نمت البحر كنت بطل امبارح. وبابا امبارح حاول يخسر انا وهو. لا لا مش ضغط على خاطر كين خلاص علي. قولي لحبايبنا اعملنا اللايك. حط اللايك يا نان. حتى اللايك حتى الاشتراك يا شيخ. ما تقولي ولا. حط اللايك. حط اللايك. قبل اي حاجه انزل حتى اللايك قول لهم يلا كده قول لهم جالي بنت والله جو انت غيرت خالص لا خلاص جابيه لا انا اللي كسبت يا باظ جابيه انا لو كان حته بطاطس التلك عقاب قبل كده صلى على النبي وانا ايه العقاب دلوقتي نسامح بعض وخلاص خلاص سامح كريم بسم الله ألف سلام عليك يا رود ولأصحابنا الحلوين بقى يلا نقفل الفيديو بقى سلامة تبقى قول لي ابلع يلا لو يلا يا لولو ابلع يا مهنا الفيديو انت يلا مش انسوا ايه مش تنسونا باللايك بتاع كل حلو بالله عليكم كده والاشتراك وقبل اي حاجه صلوا على النبي كده يا حبايبنا عليه الصلاه والسلام كل سنه وانتم طيبين خلاص هنا دهيت داخلين على عروس مولد النبي الشريف كده كل سنه طيبين يا جماعه كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير عايزين نكبر بيه يلا